طب برأيك أو وجهة نظرك، إيش أكثر الأخطاء الشائعة في عملية الرجيم أو الحميات الغذائية؟ مثل ما أنت تفضلتي، اتباع رجيمات أصلاً مو مرخصة وغير معروفة ومصدورة مجهولة المصدر، ويتناقلوها من هنا وهنا ويتناقلوها والكل يحكي تجاربه في المجلس ويتمتعوا فيها. هذه حاجة. الحاجة الثانية، أخصائيين التغذية العلاجية لهم الدور الأكبر، بحيث أني أنا أطمن على شخص، صحة الشخص اللي دخل عندي، وأطمن على حالته الصحية من جوات جسمه، وأصرف له البرنامج اللي هو يستاهله ويستحق. للأسف أنه في بعض أخصائيين التغذية العلاجية يتبع مبدأ الحرمان عشان بس يوري المريض أنه لقيت نتيجة معي ونزل وزنك معي، فهذا خطأ. الصح أنه لازم أنا كمريض داخل العيادة أني أنا برضو لازم تكون عندي ثقافة علمية صحيحة، أني أعرف أني أنا لازم أخذ من كل الأصناف اللي الله أوجدها، لكن في حدود سعراتي المستحقة لي، أحافظ على الرياضة. أنا عارف نفسي أني أنا رايح زيارة اليوم أو مناسبة وعارف أني حاكل، معلش من بكرة أنا يكون عندي سيستم جديد، أبدأ فطوري يكون فطوري جدا قليل في السعرات الحرارية، أحافظ على الرياضة، أضاعفها قد ما أقدر، وفي نفس الوقت أعتمد الحوارق من شربة الكروم والملفوف، واستخدام الزبادي، استخدام البطيخ، هذا كنوع من إخراج السعرات اللي أنا أخذتها أمس وكانت زيادة عن حاجتي. فهنا عملنا مثل الموازنة، توازن نوعا ما، بحيث أنه ما يزيد وزني.